اختيار موفق الحقيقة من المجلس ومن اللجنة، لأنه هو يعني عنده طموح وبداياته بتوضح أنه هو يعني قريب من طريقة مانويل جوزيه من البداية، لأن أنت عارف حضرتك اللعيب المصري بيبقى محتاج الالتزام، الالتزام بره الملعب برضه أكتر، فهو واضح أنه هو متابع القصة دي، وان هو يعني برضو بيقرا المنافس قراءه جيده الحقيقه، وده واضح من الماتشات اللي فاتت، يعني المباريات اللي فاتت. يعني انا شايف ان بدايه قويه للمدير الفني فايلر، ما عملهاش يمكن هيحطم رقم مانويل جوزيه اللي عمله قبل كده، انتصار 7 مباريات على التوالي. شايف انها انطلاقه قويه ليه، وان شاء الله يكمل على نفس الاداء ونفس النتائج اللي بيعملها مع الفريق. أنا رأيي في المدرب الجديد أهم مميزاته إن هو قليل الكلام وكثير الفعل وكثير العمل، وده كان زي من جوزيه أول ما بدأ برضو كان بدأت بصماته تظهر، واخد بالك، من غير ما يتكلم كتير. دي حاجة. حاجة تانية بقى، علاقته باللاعبين علاقة طيبة جدا جدا، وأهم ما يميز العلاقة الطيبة إيه؟ عدم التمييز بين اللاعب واللاعب، فاللاعب يحس ان في عداله فيلعب بحريه بقى، واخد بالك، سيطلع كل اللي عنده حريه، لان حس ان الحكايه ما فيهاش بقى فلان صاحبي وفلان قريب وفلان يعرفني وبتاع، فهو مالوش، ما عندوش، وهو صرح بكده، قال لك انا ما عنديش لاعب اسمه كذا ولا لاعب كذا، انا عندي الملعب. والله انا بالنسبه للمدرب الجديد اللي هو النادي جابه ولجنة التخطيط يعني أجادت واختارت صح فعلا، احنا راهننا عليه، وانا اول كنت مراهنين عليه، وتابعته في اول اسبوع في تمريناته كلها، كنا بنقعد معاه لغايه 8:30 هنا كل يوم، شفنا الراجل اداء جديد، شفنا الجهاز اللي معاه المعاون في شغل جديد خالص بيعملوه في الملعب، وانا راهنت عليه، حتى قلت كل اصدقائي في النادي هنا ان الراجل ده باذن الله هيقدم حاجات كويسه زيه زي تسوبل وزي هولمان وزي جوزيه وزي جريدو، هيخش التاريخ من اوسع الابواب في النادي الاهلي هنا. ليه؟ معاه لعيبه كويسه، معاه جهاز فني كويس، معاه اداره طبعا بقياده كابتننا الكبير اسطوره الكره المصريه كابتن محمود الخطيب، طبعا هيخش التاريخ ان شاء الله من اوسع الابواب. وانا شايف حتى طريقه اللعب بتاعته يعني طريقه لعب جديده خالص، يعني بننزل لعيبه وبيقعد لعيبه ومش مرتبط بسن معين، ولا ده كابتن الفرقه ولا ده احسن واحد في الفرقه، هو عارف بيعمل ايه، ولذلك هو شايف الفرقه بتقدم كره كويسه جدا، كره يعني بصراحه يعني ما شفناش قبل كده بصراحه، يعني شفناها ايام جوزيه، ممكن ايام اللعيبه الكويسه اللي كانت موجوده، طبعا الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي هو ايام ابو تريكه ووائل جمعه وبركات ومتعب والناس دي كلها. والله انا رايي ان هو راجل اهم حاجه فيه اولا رابط الفرقه ببعضيها، اشتغل فنيا كويس جدا، طبعا 6 ماتشات ما هياش برضه فتره كافيه ان احنا نحكم على المدير الفني، لكن دايما البدايات بتوحي دايما بالنهايات. الراجل بداياته كويسه جدا مع الاهلي، رغم الانطباعات الاولى اللي كانت عند الناس ان هو الاسم مش معروف وكده، لكن هو طبعا شغله في الملعب خلانا كلنا نغير الفكره دي، وشايفين الاهلي النهارده في ترابط، في حته كمان كويسه جدا ان خلى كل في ده عداله في الملعب، ان كل اللعيبه حاسه ان عندها فرصه تلعب، وده مهم جدا جدا للعيب. اللعيب ده استثمار، لما انا بسيبه قاعد على الخط انا بخسر فلوس وبخسر لعيب نفسه. فايلر حول اللعيب ده لمكنه في الملعب، ان هو بيأدي وعارف ان هو هيجي فتره وهيلعب وان ليه فرصه في اللعب. والله هو المدرب يعني من خلال الكام ماتش القليلين اللي هو لعبهم، تحس ان الراجل ده عنده فكر وعنده رؤيه صحيحه للملعب، يعني بيقول للاعب طلع اللي عندك وملكش دعوة باللي أنا بقوله إلا في خلال الخطة المرسومة، أنت حر في الملعب تطلع اللي عندك، طلع إمكانياتك، تبدي مواهبك في إطار الخطة المرسومة للفريق كله. ومن ناحية الجماعية يعني أنا شايف كده إن كله بيدافع وكله بيهاجم وكل بيجيب اجوان، ما فيش بقى الطريقه التقليديه بتاعت زمان الاعتماد على راس حربه واحد اللي هو بيخش يسجل او بتاعه حاجه، لا، حسين شحاب بيجيب، رمضان صبحي بيجيب، عمرو السوليه بيجيب، يعني الراجل عنده فكر متطور صراحه.